حركة رومانسية قلبت بكارثة. شوف اللي حصل في احتفال زوج بعيد ميلاد زوجته، كان هيضيع حياته. كان فرحان بزوجته وكان بيحضر لها عيد ميلادها بقاله شهر، وجه اليوم اللي بيحتفل معاها بيه في بيته، لكن الاحتفال ده قلب بكارثة وحياته كانت هتضيع. مش هتصدق اللي حصل بين الزوجين في عيد الميلاد، حركة رومانسية قلبت بكارثة. تعالوا نشوف ايه الحكاية. وقع غريبة حصلت في الساعات اللي فاتت وقت احتفال زوج بعيد ميلاد زوجته، لكن المثير كان في اللي حصل وقت الاحتفال، لدرجة ان الزوج كانت حياته هتضيع والبيت كمان كان ممكن يولع. البداية مع تحضير الزوج لعيد الميلاد، كان بقاله شهر بيجهز لليوم ده، جاب الشمع والتورتة وجاب لها كمان ألعاب نارية للاحتفال، وكل ده كان جوه الشقة. الزوج فاجئ عروسته بالاحتفال وولعوا الشمع سوا وطفوه، وجه وقت الألعاب النارية وفعلا الزوج ولع نوع من الشماريخ، لكن اللي بتعمل دخان بألوان، وبدأ يحتفل مع عروسته، لكن وهو بيحاول يحضنها نسي ان الشمروخ لسه والع وقربه من شعره عشان يتفاجئ ان النار تمسك في شعره ويتحرق. الزوج كان عايش صدمة عمره ولحظة تحبس الأنفاس، ما كانش متخيل ان الحركة الرومانسية اللي عملها لعروسته هتتقلب بالشكل ده، ولولا العناية الإلهية كان ممكن الموضوع يتطور والبيت كله يروح فيها، وكل ده بسبب انه حابب يحتفل بعروسته بفكرة جديدة والألعاب النارية. بحسب المقربين من الزوج كشفوا مفاجأة عن كواليس الواقعة، وقالوا ان اللي حصل كان ممكن يتطور عشان يتحول لكارثة حقيقية، وكان ممكن النار تمسك في كل هدومه، لكن الحمد لله جت سليمة، وزوجته جريت بسرعة وجابت مية قبل ما شعره يروح، والعناية الإلهية اتدخلت في الوقت المناسب. وقالوا كمان ان العيب ما كانش في الألعاب اللي جابها، لكن هو نسي يطفيه قبل ما يقربوا منه، خصوصا ان بعد ما الدخان اللي بيطلع ده بيخلص لازم يطفيه ويرميه لانه بيبقى لسه والع، وكان فكر ان لما الدخان خلص ان كده خلاص الموضوع بقى امان، وقربوا فعلا من شعره بالغلط، لكن الموضوع عدى على خير وما حصلش اي مشكله، ورجعوا كملوا احتفالهم عادي وعدت على خير. الفيديو حقق انتشار كبير على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت وسط صدمه كبيره بين المتابعين اللي تداولوا الفيديو على النطاق واسع، وقالوا في تعليقاتهم على الواقعه لا حول ولا قوه الا بالله، لازم تاخدوا بالكم من الاحتفالات بالطريقة دي، كان ممكن يروح فيها ولازم يبقى في احتياطات في الاحتفالات بعد كده. ازاي يجيب ألعاب نارية البيت؟ الموضوع ده تعمله في الشارع حتى لو مش عشان يمسك في شعرك او في هدومك، لكن ممكن لقدر الله يمسك في عفش البيت وتبقى مصيبة. الحمد لله انها عدت على خير. في الايام اللي فاتت كان في وقائع مماثلة حصلت في احتفالات اعياد ميلاد واللي تحولت لكوارث فعلا، زي ما الاب حاول يحتفل مع بنته وكانت معاها بالونة هيليوم، لكن لما قربت من النار حصلت الكارثة، وغيرها من المواقف اللي حصلت لأكتر من شخص بسبب طريقة الاحتفال.